هنا وضعيها راه تشوف كارثيه. راني ساكن انا بحوش تاع وراثه وعاطيني دار وكوزينه. هو الدار هذه هشه تسماني خاف كاش نهرطي على ولدي ولا على ولادي والله اعلم. احنا مواطنين بلديه بنو باديس، خمسه تاع الناس خرجنا في القائمه الاحتياطيه ربعه، وواحد صديق تاعنا خرج في القائمه الرسميه بحكم الطاعون. جاتنا لجنة الطاعون من الولاية اللي مترأسها السيد الوالي، جاو شافوا الوضعية تاعنا، داو تقارير تاعهم. اللجنة جمعت السيد الوالي بها بالأعضاء اللي معاه، لجنة الطاعون الولائية. من بعد حتى سقسينا في الدائرة سمعنا معلومات، قالوا لنا باللي انتوما ربعة في القائمة الاحتياطية راكم مقصيين. سبب شتا هو؟ بحثنا عند سيد رئيس الدائرة، سيد رئيس البلدية، قال لك عدم الأولوية. وحتى الخونة فتحي ملياني اللي كان في القائمة الرسمية تاني قساوه وقالوا له نفس السبب، سبب شتا هو؟ عدم الأولوية. احنا الأخت الكريمة مشينا تقدمنا بالطلب مقابلة للسيد الوالي اللي هو رئيس لجنة الطعون الولائية. بعثنا له عن طريق البريد المركزي اللي جاي المقر تاعه في الولاية، حطينا ودارونا في الريجيس. طلبنا منه مقابلة، للآن ما لغناش من شهر ماي. السيدة المفتشة العامة كذا ومثله، زد راسلناهم عن طريق البريد والمواصلات من برا بلاكيزي وقع. رانا في ربع شهور ولا خمسة الأخت الكريمة ماشيين جايين للوالي، مكانش اللي يستقبلنا. نمشوا لابي ويمركونا ويبرمجونا، يقول لك يستقبلكم سيد رئيس مجلس الشعبي الولائي. يعني نقول لك رانا في 10 خطرات 15 خطرة ماشيين جايين، مكانش قاع اللي قيمنا وهدر معانا. السيد الوالي اللي هو رئيس لجنة الطعون يدخلنا، قرانا من هذا المنبر نبلغوه ويسمع صوتنا اللي راني فيه. قاع ما فيهش متطلبات الحياه لا سانيتير لا تهويه. ورا معنا خونا صوفي بومدين. عندنا حصه 50 سكن، عندنا اكثر من 4000 طالب. الناس اللي تحتاج السكن هما قصاهم راك تشوف بعينك، ويحوسوا يحلوا مشاكل تاع دائرات واحد اخرين. كاين مستشفى على مستوى بلدي الطابيه التابع اقليميا لدائره سيدي علي بن يوب، يحوسوا يدونا 10 سكنات من حصة 50 سكن اللي عندنا عليها 4000 طالب، ويديروها كسكنات وظيفية. احنا رانا نشوفوا باللي رانا نحلوا مشاكل دائرات واحد اخرين. بخصوص المشكلة الواقعة للمستفيدين من سكنة الإيجارية العمومية للقائمة الأخيرة، كان هناك طعون فيهم، ومما أدى من لجنة الطعن الولائية بتنحيتهم من القائمة. كان فيهم واحد من القائمة الرسمية السيد ملياني فاتح، وربعة من القائمة الإضافية. في هذا الشأن احنا كبلدية احنا اجتهدنا ودرناهم في القائمة، ما كيف كتبوا فيهم داروا فيهم الطعون فاتوا على لجنة الطعن الولائية، هي اللي عندها الاختصاص واللي ترأسها السيد الوالي، وهي اللي عندها الاختصاص باش شافت بأنه من حقها انها تقلعهم من القائمة قلعتهم من القائمة. يعني بهذا الامر هنا احنا كبلديه ولا كرئيس لجنه السيد رئيس دائره احنا ما عندنا فيها حتى دخل اكتيالمون.